Amaraya, Amarala, Titra Aya Shajara, Vishajara Ali, Entibadi Kizrayara, Aya Amara. تأخذ أوكرانيا طابع ثقافي وتعطي مساحة كبيرة وحيز مهم للفنون على أنواعها. Lebanese and Ukrainian are very talented in music, in dance. زرعنا الأرز اللبناني بأهم حديقة بأوكرانيا. جامعة بولتافا كرمت الفيلسوف والكاتب ميخائيل نعيمي. أوكرانيا عطت لي العلم، فرص النجاح اللي وصل له وصلت له، فأنا ممنون لهذه الدولة. إسكال لبنان بالدنيا مع ريميال نعمة، الأربعة 9:30 المساء على أو تي في. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني.